ده مش بغادي جماعة الإخوان المسلمين دلتا ما كمان باركوع. فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وزي ما ذاك بتاع مجمع النور، لا نريدها سلفية نطحاء ولا صوفية شطحاء، وإنما وسطية. وإلى مصائب ديل بجنبه ويكتمون الحق، ما بيتكلموا في التوحيد. ذاك عصام أحمد البشير ده طلع على المنبر قال لهم العلماء والعباد كالطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، وفلان وفلان، وقد أجاد وأفاد في ذكر هؤلاء وأمثال من العلماء والعباد والزهاد شيخنا البرعي فوق في المنبر. وكذلك الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، والإمام الدرديري الفقيه المالكي، وابن حجر شارح صحيح البخاري، وأمثال هؤلاء، وقد أفاض شيخنا البرعي في مصر المؤمنة بأهل الله، ذكر العلماء والمحدثين والفقهاء والعابدين والزاهدين، ومن أهل الله من الرجال والنساء، مما يؤكد أن لهذا البلد تاريخا عظيما في حمل رسالة الإسلام في الأقطار. كل شغال شبكة وكتمان للحق دي جماعة الإخوان المسلمين. تمش قدام جماعة حزب التحرير ديل ما عندهم موضوع، موضوع الخلافة الإسلامية، ونحن لابد خلافة وما خلافة. التوحيد كيف يا ناس؟ دعوة الرسل، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والله يقول لك ما نحن أسي الناس دي كلها ولاية السودان، السودان كله قالوا ولاية، ولاية السعودية، ولاية مصر، ونحن كلها دارينا واتحد قائد واحد. الناس إذا دارت تتلمى أول شيء العقيدة، لأن الله تعالى قال عن المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شنو؟ شتى. دار تلمهم كلهم ناس عقيدتهم في البرع، ناس في المكاشف، ناس في الكباشي، ناس في صايم ديمة، ناس في بل الغايب ذاك بجنبه، ناس معتقدين في ريكيني، ناس في ده ولا ده خليه ده، واحدين بيجاي كلها لخبطة، مشاكل طويلة، كلها بلبلة في نهاية المطاف، وكاتمين للحق. فلذلك أنا كلمة أخيرة أختم بها، أقول الناس تبين دعوة الله تعالى. ما أفضل يجي يغشك لك ما تبلغ الدعوة إلا تحفظ كتابين. بلغ الدعوة يا زول. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا شنو المرسلين. يقول لك أنا لما نشوف المشايخ ديل وإخواننا الكبار ديل بغالبني أعمل النصيحة بخجل منهم، تخجل بتاع شنو ده؟ ثلاثة رسل قاعدين وجاء من أقصى المدينة بلغ الدعوة، والرسل قاعدين موجودين جزاهم الله خيرا وجزاه الله خيرا. ويقول لك إلا تزكية وما تزكية، ما في كلام زي ده. بلغ دعوة الله تعالى، ما في كلام إلا شرط يشترط لك إلا يزكوك، وكان ما زكوك ما تبلغ الدعوة. قال لك منو؟ والعباد قال واحد قال لك ولي تزكية، قال لا أنا لا بزكي زول ولا بطلب من زول تزكية. بيشرح الكتب الستة هناك في المدينة، يقول لي تزكية السودان ده في كم زول مزكى ذاته، والزكون ذاته ما خلوها ساعة. جماعة الموضوع ده طويل وكلام كثير ولا كيف؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.